السلام عليكم طلاب الأعزاء، نكمل وياكم موضوعنا لابلاس ترانسفورم. انتهينا من موضوع البداية، الجزء الأول اللي هو اللابلاس ترانسفورم، شلون نحول باستخدام الجدول. تعلمنا الخواص كلها وأخذنا أمثلة بالإضافة للمجموعة من الواجبات اللي حليناها. هسه موضوعنا اليوم راح نكمله وياكم اللي هو الانفيرس اوف لابلاس ترانسفورم. اول شغله نجي هنا نوضحها، سابقا كان عندنا انه داله اف للتي داله تي، كنا ناخذها لابلاس تتحول عندنا، داله دلالة اس. هذا بالسابق هيش كان. هسه حاليا الأمثلة راح تشوفوها كلها راح تكون عبارة عن دلالة اس، راح ناخذ لها اللابلاس بس الانفيرس، تمام؟ ايش راح تتحول؟ تحول الى دلالة تي، تمام؟ هاي أول شغلة أريدكم تفهموها. الشغلة الثانية نبدي رأسا، أول عندنا تحويل أنه الدالة بدلالة تي تحول عن طريق الانفيرس الدالة بدلالة اس. أكو شغلات تجينا عن طريق التيبل مباشرة، مثل هذا السؤال: لابلاس انفيرس إلى 1 على اس تربيع زائد 1، أباوع عليه عن طريق الجدول. بدل ما كنت أباوع على الدوال بدلالة تي شلون تتحول إلى دلالة اس، هسه راح أباوع على الدوال الناتج اللي هو أصله شنو. فإما أباوع خطوط كسر، راح أتذكر عندي الإكسبونينشال كسر، عندي الساين كوساين سينش والكوش. بما إنه الإشارة بالمقام موجب يعني اس تربيع زائد واحد زائد، إذا أفكر بالساين والكوساين، تمام؟ اجي انه شباب اشوف الباسط هل هو اس ام كونستانت. اذا كونستانت فافكر بمن؟ بالساين. اذا اس افكر بالكوساين. هاي اول شغله تاخذوها بنظر الاعتبار. بعدين اجي شو اقول؟ اقول يابا اني اس تربيع زائد اي تربيع، يعني لازم هذا الرقم اخذ له جذر، هذا رقم واحد اخذ له جذر حتى اعرف معامل التي قد قيمته. واحد على اس تربيع زائد واحد راح يطلع لنا الساين للتي، ليش؟ لان يعني هنا الاي وهنا الاي تربيع، مضبوط، ما عندي مشاكل. اجي هنا بالسؤال اللي بعد السؤال الثاني، اس على اس تربيع زائد 4، اجي اجذر هذا الرقم، قلنا يابا الاس هنا اذا افكر بالكوساين. هسه شنو رادي؟ رادي اعرف قيمه الاي اللي هي هاي. شلون اعرفها؟ قلنا نجي لهذا الرقم ناخذ له جذر، جذر الاربعه هو 2 اللي هو هنا الاي تربيع، اذا 2 تربيع، اذا هنا يصير كوساين 2 تي. هاي اول فكره مباشره بالانفيرس عن طريق التيبل. نجي النور نتحول للسؤال الثالث. السؤال الثالث شو فكرته؟ الاتي، قلنا اول شيء اباوع انه كسر، بما انه اس تربيع اذا افكر بساين كوساين والسينش والكوش. بما انه موجب مو سالب المقام، يعني جمع مو طرح بيناتهم، اذا افكر بالساين والكوساين. اجي النوب اباوع بالبسط، البسط اذا اس، شلون هذا السؤال؟ هذا اس اذا فكرت بالكوساين. هذا السؤال كان كونستانت ثابت رقم او اي رمز كان على الاس والتي اعتبره ثابت، اذا افكر بمين؟ افكر بالساين. اذا بهاي اللحظه انا راح افكر بمين؟ افكر بالساين، تمام. اجي انه شو اقول؟ اقول لازم هنا يكون عندي اي وهنا لازم يكون عندي اي تربيع. عندي هنا رقم 25، اخذ الجذر من هذا الرقم قد يطلع 5. اذا بيني وبين نفسي شو اقول؟ اقول لازم بالباسط ايضا موجود رقم 5، تمام؟ انا هنا 5 تربيع، هذا الاي. القانون شو يقول؟ يقول اي على قانون الساين، شو يقول؟ ساين الاي تي، هذا اي تي يوم اخذ لابلاس راح يساوي لي عن طريق الجدول طبعا اي على
اس تربيع زائد اي تربيع. لهنا هذا المفروض، اذا هنا هذا اي لازم هنا ايضا اي، بما انه هذا موجود اذا مجرد اوفره في البسط، اضرب في اي على اي. ايش وقت اضرب في اي على اي؟ في حاله انه البسط ما موجود نفس قيمه الاي اللي بالمقام المطلوبه مني. نرجع على السؤال، اذا جذر 25 ايش قد؟ 5. اوكي، اذا اضرب في 5 على 5، شنو السبب اضرب في 5 على 5؟ انه اوفر الخمسه لهنا. قلنا قانون بالرياضيات انه انا من حقي اضرب في كونستانت على كونستانت، لكن مو من حقي اضرب في فاريبل على فاريبل. اوكي شباب، اذا هنا 1 على 5 طلع برا، انا اللي بالمقام ما احتاجه، بس لازم يتحقق لي تساوي بالمعادله. انا ما يصير اضرب في 5 واحطها بالمقام راس بالبسط راسا، ليش؟ راح يصير غلط بالمعادله. بس هنا كانه ما مسوي شيء، اني يوم اضرب في 5 على 5، 5 على 5 1، اي رقم على اي رقم فهو شنو؟ 1. اي كونستانت على كونستانت فهو 1، كانه ما مسوي شيء للمعادله، ولكن بس مجرد اوازن المعادله، اوفر الشيء المطلوب مني حتى اقدر احول. يوم اجي لي جاي ال 25 هي 5 تربيع، وهنا الخمسه موجوده، اذا هسه من حقي اقول الساين تبقى الواحد على 5 على سطح برا ساين الخمسة للتي. هذا السؤال انتهى. انتبهت الشباب انه شنو فكرته؟ مجرد هنا أنا اوفر الباسط اللي هو مطلوب من عندي انه اي حسب قانون الموجود بالتحويلات. اجي هسه على السؤال الرابع. السؤال الرابع معطول لي جوا مجرد اس للاس فد رقم معين، اذا راسا يجي ببالي شنو؟ تي اس ان. ملاحظة هنا معطيكم اياها، ترى تي اس ان شو يساوي لنا؟ ان فكتوريال على اس للاس ان زائد 1. اجي بالمقارنة اقارن الاس هنا ايش قد الاس مالته؟ 3. هنا الاس القانون شو يقول؟ ان زائد 1. اذا ان زائد 1 قد يساوي لي؟ 3. ان زائد 1 قد يساوي لي؟ 3. اذا الان قد يساوي لي؟ 2. تمام شباب؟ اذا اخذ هذا الرقم دائما اطرحه من يما واحد راح يطلع لي الان الحقيقي. بالتحويل باللابلاس كنا شو نسوي؟ نقول اس للاس ان زائد 1. يما اريد ارجع الاصل لازم شو اقول؟ ان ناقص 1. اذا من الاس للتي يكون ان ناقص 1. انه شو سوى؟ انا طلعت الان لازم اتاكد هذا الان موجود فيكتوريال مالته بالبسط. 2، 2 فيكتوريال معتبر 2 في 1. اذا 2 موجوده، اذا 2 على اس تكعيب، اذا ما عندي مشكله يطلع لي تي تربيع، وهو اصلا تي تربيع موجود اصلا بالجدول مباشره. ولكن انا بدي اوضح هذا القانون العام في حاله انه طلاب اكو ما يريدون يحفظون هواي قوانين، مجرد يحفظ قانون عام ويشتغل عليه، وهذا هو الصحيح حتى لا يتعب الدماغ اكثر من المواضيع اللي تجي عنده خصوصا بالرياضيات. تمام لحد هنا شباب. هسه نعبر على اللي بعده. السؤال الخامس مجرد لابلاس انفيرس 1 على اس اس 4. ايش قلنا؟ قلنا اول شيء اخذ الان زائد 1 قد يساوي لي 4، اذا الان ايش قد؟ 3. اوكي، اذا ايش قد لازم اوفر هنا؟ 3 فكتوريال اوفر هنا. ضربت في شنو؟ ضربت في 3 فكتوريال على 3 فكتوريال، وبالتالي وفرت 3 فكتوريال برا وطلعت 1 على 3 فكتوريال برا لابلاس، وفرت بالباسط 3 فكتوريال. يوم اخذ التحويل ايش راح يطلع لي؟ تي اس ايش قد؟ تي اس ان، اللي هي الان ايش قد طلعت؟ 3. وهنا ايش بقى؟ اللي هي 1 برا لابلاس، عندي 1 على 3 فكتوريال. اوضح يا شباب هاي بالكتابه، اخاف اكو طالب ما عرف انه شلون صارت. اجي هنا اكتب لكم السؤال. انا شريد، انا اريد لابلاس انفيرس المن 1 على اس اس 4. اول فقره اسويها طبعا بس امسحها على مود ليكون اكو شيء ما واضح. اس 4 اس 4
صح ثواني اجي اول شيء اطلع المشقد اخذ اقول قدام ان زائد واحد شو يساوي لي؟ يساوي لي هنا الاس مال من مال الاس يساوي لي 4 سيؤدي اذن الان قد يساوي لي شباب عافية يساوي لي 3 هاي خلصنا منها اذا هنا لازم هنا ايش قد اوفر تمام اجي نكتب القانون حتى تتذكروا تي اس ان شو يساوي لي ان فكتوريال على اس الاس ان زائد 1 البقاء ما عندي مشكلة به انه الان عرفت اني اذا النتيجة ايش راح يساوي لي هو تي اس 3 اوكي زين هذا ما متوفر عندي الان فكتوريال ما متوفر اذا نحتاج شنو هو الان فكتوريال اللي هي 3 فكتوريال اذا قلنا من حقي اضرب في 3 فكتوريال على 3 فكتوريال صح اذا ايش راح اسوي المقام ما احتاجه اللي هو 3 فكتوريال اضرب في لابلاس انفيرس المن ل 3 فكتوريال على اس للاس 4 تمام شباب لحد الان انه انا سويت هنا مجرد وفرت اللي بالبسط 3 فكتوريال وبالتالي يطلع لنا 1 على 3 فكتوريال اللي هي 3 في 2 واللي هي ايش قد يطلع لنا 1 على 6 تي اس 3 اذا اشترى لي هنا بالسؤال 1 على 6 تي اس 3 نجي على السؤال اللي بعده تمام شباب لابلاس الانفيرس للواحد لابلاس انفيرس لابلاس ماينس 1 المن للواحد على اس ناقص 2 يما اشوف انا بين قوسين اس ناقص 2 الكل تربيع انا بس اشوف اس بدون تربيع يعني بالمقام شفت اس بدون تربيع عقلك راسا وين يروح وين يروح العقل يروح اما للاكسبوننشال او يروح للشفتنج تمام لانه الشفتنج الوحيد يسوي لي هيك شيء بما انه اس ناقص 2 والتربيع اذا العقل يروح وين للشفتنج بما انه هنا ناقص 2 اذا الراس ايش اسوي اكتب اكسبوننشال للتي لان احنا شفتنج شلون نعرفه مضروب في الاكسبوننشال للتي طلعت برا الانفيرس داله بدلاله التي اللي هي اكسبوننشال للتي ايش قد الاي هنا هي مقدار هاي اذا هاي ناقص الاي ايش قد تطلع موجب واذا كان موجب تطلع ناقص تمام شباب هاي ضروريه سالب وموجب اذا اس ناقص 2 اذا يصير اكسبوننشال ل 2 تي مضروبه في لابلاس انفيرس وهنا كانه انا سويت طرحت 2 من المقام هذا ويا هذا راح ايش بقى 1 على اس تربيع 1 على اس تربيع هو شنو هو تي ومن عن طريق الجدول مباشره والاكسبوننشال ل 2 تي اللي هي شفتنج اذا اريد اتاكد من حلي اخذ لي لابلاس لهاي الداله اتاكد من حلك مجرد انه شفتنج تي هي عباره عن 1 على اس تربيع وبدال كل اس احط اس ناقص اي اللي هي 2 فتصير 1 على اس ناقص اي كل تربيع اذا اريد ارجع بالعكس تمام شباب هسه نجي هنا بوا علي هذا السؤال بما انه قلنا بالمقام السؤال السابع بما انه بالمقام اس بدون تربيع اذا الراس اللي يجي ببالي شنو هو؟ يجي ببالي الاكسبوننشال تمام شباب؟ اوكي الاكسبوننشال شو يقول؟ يقول هو 1 الاكسبوننشال قانونه شو يقول؟ الاكسبوننشال شو يقول؟ انه اي لابلاس للاي تي فهو 1 على اس ناقص اي يعني هنا اذا كان زائد فهنا ايش راح يصير ناقص واذا كان هنا زائد راح يصير هنا ناقص يعني معاكس انتبهوا لي هسه هاي ايش قد الاس اس ايش قد اس 1 انتبهوا لي ورجع للسؤال اللابلاس انفيرس للخمسة على اس زائد 3 بما انه هاي مو تربيع اذا الخمسة طلعها برا راسا ما احتاج اي شيء فوق
ليش؟ لأن القانون اللي أنا رجع له هو واحد ديفولت، ومجرد الخمسة طلعت برا اللابلاس فقط واحد على اس زائد ثلاثة. هنا زائد، إذا الاكسبونشال شو تصير؟ تصير ناقص شباب. تمام؟ سؤال بسيط، فكرة بسيطة، إنه الثابت اللي ما أحتاج أشبيه يطلع برا ما أحتاجه. نرجع لجنانة. السؤال اللي يجي طبعا هم سؤال ثامن، طبعا سؤال سهل مجرد توضيحي في حالة إنه يكون عندنا في شيء تعقيدي، إنه أنا من حقي أوزع الباسط على مقام، من حقي شو أسوي؟ أوزع الباسط على المقام. إذا S على S تربيع زائد واحد، والواحد على S تربيع زائد واحد، هذا يمثل لي ساين وهذا يمثل لي كوساين، ومباشرة كوساين تي زائد ساين تي. أكو طلاب راح يروحون للطرق اللي هي مال بارشال فراكشن، اللي هي الطريقة الأخرى اللي راح نتعلمها في حال جبتك تعقيد، ولكن ممكن إنه بسط مقام إذا أبسطهم ممكن إنه يصير باختصارات، فممكن أصلاً ما أحتاج إلى الطريقة اللي راح نتعلمها بالجزء الثاني من موضوع اللابلاس إنفيرس. تمام شباب؟ فانتبهوا جداً على هالشيء. مرات السؤال يكون سهل جداً، ولكن أنتم تفكيركم دائماً بالأسئلة الصعبة، فلا تفكرون بالأسئلة الصعبة، فكر إنه منطقية، فكر فهم، وضح المعادلات الرياضية وبسطها، ثم أوجد لابلاس إنفيرس أور لابلاس إله. تمام شباب؟ أوصيكم دائما بهذا الشيء. أوكي؟ نجي هسه السؤال رقم 9. شوف هسه السؤال رقم 9، سؤال بسيط. أول ما ضاوع أكو ثابت لي فوق وأكو أس تربية، إذا ساين لو كوساين. أجي بما أنه ثابت إذا ساين. أوكي. هنا أنا أربعة، جذر الأربعة اثنين، إذا الأي إيش قد؟ اثنين، إذا الثلاثة إيش بيها؟ طلع لي إياها برا لابلاس إنفيرس، ما أحتاجها. ثلاثة طلعت برا لابلاس إنفيرس. دي راح يبقى واحد، هنا اثنين، اذا لازم شو اسوي؟ اوفر الاثنين اللي بالبسط، فضربت في اثنين على الاثنين، فش سوي؟ ثلاثة على اثنين اللي هاي وينها بالمقام تطلع لي برا ويا الثلاثة، الاثنين اللي فوق حققت لي اياها، اس تربيع زائد اربعة، اذا ثلاثة على اثنين ساين الاثنين تي، وحققت لي القانون. اما الثلاثة الفوق فهي اصلا بالمعادلة ما لها علاقة بيها، والاثنين الجو هي على مود اوازن المعادلة حتى اوفر الاثنين بالباسط، فبقت عندي اثنين بالمقام. لهنا انا بالنسبة لي هذا السؤال، يعني هاي الاسئلة انا جدا بسيطة تكون مباشرة، فممكن السؤال بسيط بس انت تروحون على التعقيد. قلنا في حالة الاكسبونينشال يعني لا ننسى انه هو زائد ناقص، اذا هنا ناقص زائد اذا معكوس، لا تنسون. وبالشفتنج اي دالة مضروبة بالاكسبونينشال راح تكون الدالة اس ناقص زائد المن للاي، يعني اذا كان هنا زائد فراح تصير ناقص، واذا كان ناقص تصير زائد. انتبه للسؤال اللي بعده، السؤال رقم 10، لابلاس انفيرس للاثنين على اس زائد خمسة للاس اربعة. دائما لما باوع الأربعة يعني باوع أنه الأس على القوس مو على الأس، رأسا الإكسبونينشال يدخل بالعقل. أوكي؟ اللي هي مال الشفتينج، يعني شفتينج والإكسبونينشال. ليش؟ لأن ممكن كان أساسها هي تي أس إن أساسها. أوكي؟ إيش قلت هسه نجي شوي شوي. أول شغلة إيش قلنا؟ قلنا باوع على هذا الجزء، هذا مو جيب، سويته إكسبونينشال ناقص خمسة للتي، هذا أول جزء خلصت منه، طلعته برا اللابلاس. والخمسة شبيها راحت طارت، ليش؟ لأن هاي تعتبر مال الشفتينج. هنا كأنه أنا بعدني لا أخذت لابلاس للدالة وما عوضت مال الشفتينج. اشتلعت الدالة اثنين على أس أس أربعة، الاثنين شبيها ما أحتاجها، ليش؟ لأن الأن هنا جد عندي الأن زاد واحد يساوي لأربعة، إذا الأن يساوي لثلاثة، يعني هاي اس اس 4 اصلها كانت تي اس 3. ليش؟ لان احنا ايش قلنا بنحول؟ نخلي اس للاس ان زائد 1، اس للاس ان زائد 1. اوكي شباب فهمتوني؟ هذا هنا انتبه عليه، هنا 4 اذا كان اصله هو 3 زائد 1، اذا الان هو ايش قد؟ هو 3. اوكي لازم لي فوق قد اوفر 3 فيكتوريال، اذا ايش راح اسوي؟ 2 على 3 فيكتوريال اللي بالمقام، هذا الاثنين على 3 فيكتوريال
طلعت لي برا، ها طلعت من برا اوكي، الشيفتنج نزلتها نفسها ما عندي مشاكل بيها تمام. تبقى لابلاس انفيرس المين للثلاثه فيكتوريال اللي انا وفرتها على اس اس 4، هذا عباره عن تي اس 3، اذا هذا طلع تي اس 3. هنا انا انبسطت، ثلاثه فيكتوريال من جايت لي من ثلاثه في اثنين في واحد، اثنين ويا اثنين تروح تبقى ثلاثه، فيصير اكسبوننشال للماينس والثلث بالاخير تي تكعيب اكسبوننشال 5 ماينس 5 تي. تمام شباب؟ هذا السؤال ايش بس السؤال قبل شوي شرحناه ووضحناه، مجرد انه هنا أنا وفرت ضربت في 2 على 2، هذا السؤال مجرد نفس اللي قبل ما في اي اختلاف، يعني واضح جدا السؤال تمام ما في اي اختلاف. نجي هسه عندنا، احنا عندنا داله اذا جتك بهالطريقه مثلا اس زائد واحد على اس زائد اثنين للكل تربيع، فقلنا انه وزع بسط على مقام وزعت هذا الاس والواحد تمام، حتى لو بادلت ماكو مشكله، ليش؟ لان بيناتهم موجب، فما عندي مشكله هنا. خاف واحد يقول هاي ليش صارت بالعكس، ماكو مشكله شباب، انتبهوا اذا موجب من حقه يقول اس زائد واحد، من حقه يقول واحد زائد اس تمام شباب، من حقي اقول الطرفين كله يشتغل ما عندي اي مشاكل بالبيانات. اجي انه شو اسوي؟ اوزع لابلاس انفيرس على اليمين على الدالتين على الحدين اللي عندي، وبالتالي اطبق كل واحد على حده. اوكي شباب، هنا شفتنج، هنا شفتنج، هنا زائد 2 زائد 2 يصير ناقص 2 ناقص 2، زائد 2 صار ناقص 2، وهنا زائد 2 صار ناقص 2. هاي اول شغله، هنا ايش بقى؟ واحد على اس تربيع، ناش بقى؟ بقى اس على اس تربيع، راح هذا ويا هذا، ايش بقى؟ هذا واحد وهذا اس اثنين، بقى واحد على اس تمام شباب، واحد على اس، واحد على اس، وهنا أنا واحد على اس تربيع، هنا أنا واحد على اس تربيع هو شنو؟ هو تي، والواحد على اس هو واحد، لانه يعني تعرفون انتو لابلاس المن للاي او واحد فهو واحد على اس، او نقدر نقول اي على اس تمام شباب تمام، هاي ضرورية خلوها ببالكم. اوكي شباب، هاي هنا توقف محاضرة هاي اليوم، اتمنى لكم كل التوفيق، لا تنسون الاعجاب والاشتراك بالقناة، بالتوفيق.